حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة. يعني هو كده في يعني في كأنه في نفس الدرجة أو زي الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية والحالات الحرجة على نفس الوزن يعني. فاستشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن. مساء الخير يا دكتور حاتم، وأهلا بيك في 90 دقيقة. اهلا دكتوره بسمة، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. عايزين نعرف ونفهم ونشرح للساده المشاهدين يعني ايه مات اكلينيكيا. هو التعريف الوفاه المتعارف عليها في كتير من دول العالم دلوقتي، الوفاه الاكلينيكيه معناها توقف جذع المخ او وفاه جذع المخ اللي اسمها بالانجليزي برين ديث. وكتير من دول العالم بيتم تعريف الوفاه بتوقف جذع المخ تماما عن العمل، وده معناه ان المريض توفى. بس طبعا هناك جدل تشريعي في بعض الدول في العالم بما فيها مصر ان ما دام القلب لسه بينبض بيبقى لسه المريض لسه عايش تعريف الوفاه بشكل كامل. بالظبط. لكن انا هديكي مثلا، هنا مثلا في بريطانيا عندنا وفي باقي الدول في اوروبا، وفاه جذع المخ تعتبر وفاه كامله، لان مستحيل ان بعد وفاة جذع المخ يتم ان الانسان يرجع تاني للحياة، وده شيء معروف علميا ومسلم به. ومن هنا بتيجي النقطة المهمة اللي بنقدر نشرح للناس معنى الوفاة الاكلينيكية. حتى لو القلب بينبض، لكن وفاة المخ بتعتبر حتى الآن في يعني في إنجلترا وفي أوروبا وفي كتير من دول العالم متعارف عليها وموافق عليها علميا أنها وفاة للمريض. في أي محاولات ممكن إن هم يقوموا بيها للإنعاش عشان الحالة ممكن ترجع أي حاجة فيها تانية والأجهزة تشتغل؟ للأسف ما فيش أي حاجة خالص، يعني مستحيل بعد وفاة المخ أو وفاة جذع المخ بيكون تم استنفاذ كل الوسائل المتاحة لإنقاذ المريض. ومن هنا طبعا التوصل لده، يعني يمكن لغاية الخمسينات، لغاية تقريبا 1950 كان الوفاة المعروفة هي وفاة القلب، لكن بدأ العلم أظهر وكثير من الدراسات والخبرة واللي العالم بدأ يفهمه بالوقت ومع مرور السنين إن وفاة جذع المخ معناها وفاة، لأن مستحيل إن المخ يرجع تاني يشتغل بعد ما بيتم أو بعد ما بيحصل توقف ووفاة لجذع المخ نفسه، وهو اللي المسؤول عن كتير من المراكز الحيوية في الجسم، والمسؤول عن كتير من الأنشطة المسؤولة عن كفاءة كتير من أعضاء الجسم. طيب عايز أسأل سؤال، الوفاة كلينيكيا دي أقصى مدة ممكن تقعدها قد إيه؟ يعني ممكن المريض يقعد قد ايه، يعني اللي هو يعتبر في العلم او في الطب انه متوفي، فممكن يقعد لمده قد ايه لحد ما القلب يتوقف ماكسيمم؟ هو طول ما الانسان هو فكر الوفاه الاكلينيكيه معناها ان المخ توقف، المخ مات مش شغال، وممكن تبقى بقيه اعضاء الجسم شغاله، يعني الكلى بتكون شغاله، القلب بيكون شغال. وطبعا في الحالات دي الانسان بيبقى على جهاز تنفس صناعي لانه بيكون في غيبوبه كامله. وما دام الانسان على جهاز تنفس صناعي بيغذي الجسم بالاكسجين، ممكن الانسان يقعد فترات طويله جدا ملهاش يعني بتبقى ممكن اطول بالضبط. فتره انت حضرتك استضفتها كانت قد ايه؟ شهور دكتوره بسمه، شهور. انا شفت مرضى كتير قعدوا شهور طويله ومحدش منهم رجع بعدها الا بعد ما الاهل تفهموا ان الوضع ميؤوس منه، ساعتها بيتم التفاهم مع الاهل ان يبقى في يعني ما هو احنا ممكن المسمى ده يطلق الوضع ميؤوس منه عندما تتوقف اجهزه الجسم ما عدا القلب، صح؟ احنا متفقين على كده؟ مش دايما، لان طول ما الاكسجين شغال مع جهاز التنفس الصناعي بتفضل باقي كتير من الاجهزه شغاله. يعني القلب طبعا مهم جدا اللي هو المضخه الرئيسيه في الجسم، بس طول ما الانسان على جهاز تنفس صناعي هو عايش على الاجهزه، هو ميت اكلينيكيا بالظبط، بيكون انت مغذي الجسم بالاكسجين، لكن هو الانسان متوفي اكلينيكيا، يعني المخ مش شغال. ومش يعني ما فيش ولا حاله في نادره حصلت
ابدا في العالم انه حد كان في هذه الحاله ورجع للحياه مره تانية؟ هو لازم نوضح للناس حضرتك ان في فرق بين غيبوبه وبين وفاء كلينيكي. لا احنا بنتكلم على الوفاء الكلينيكي، الغيبوبه معروفه، احنا بنتكلم على الوضع اللي احنا بنتكلم فيه على حالتنا النهارده. طبعا هو لو الوفاء الكلينيكي مؤكده عن طريق اثنين دكاتره استشاريين متخصصين وتم عمل الفحوصات الكامله السريريه والاشاعات اللي بتؤكد وفاه جذع المخ، مفيش في معلوماتي اي حاله مخها رجع تاني للحياه بعد ما توفت اكلينيكيا، ومش مسجل اي حاله توفت اكلينيكيا ورجعت تاني للحياه. بس مهم جدا واحنا بنقول وفاه اكلينيكيه ان يتم عمل كل اللازم للتاكد انه عايش على الاجهزه وليست مجرد غيبوبه. ما انا لسه بالزبط. كنت حصل السؤال ده دلوقتي، هل ممكن يحصل لبس ما بين الغيبوبه والوفاه الكلينيكيه؟ طبعا، لان الوفاه الكلينيكيه ليها شروط. طبعا ده قرار مهم، وده حياه انسان، وحتى هنا لما بننفذ. لا، هل ممكن الاطباء يعني يحصل لبس عندهم ما بين الحالتين؟ هو نادر، يعني موجود بس نادر جدا، وبيتم معرفته بدل عن طريق الاشاعات والفحوصات اللي بتكمل الفحص السريري. يعني دكتوره بسمه، عشان بنشخص الوفاه الكلينيكيه اول شيء ان بيتم فحص سريري، في كده زي تشيك ليست او مجموعه من الاجراءات السريريه بتتعمل للمريض، بنتاكد بيها هل في اي جزء من المخ والاعصاب المغذيه للجسم شغاله ولا لا. وبعدها في اشاعات، في رسم كهرباء للمخ، في اشاعه مقطعيه يعني في اشياء معينه بتتعمل لتاكيد الوفاه الاكلينيكيه. لو اتعملت كل الاشياء دي، في يعني من النادر جدا ان يبقى في خطا او يبقى في تمام عدم دقه في الوصول للتشخيص. طيب دكتور حاتم، هل ممكن انه يكون، او ايه الاسباب اللي ممكن انه تسبب او تؤدي الى وفاة جذع المخ؟ هو حضرتك الأسباب متعددة، من الأسباب للأسف الشائعة نزيف المخ الشديد، سواء نتيجة حادثة أو نتيجة نزيف مفاجئ في الدماغ مع ارتفاع ضغط الدم أو انفجار في زي اللي حصل في حالة العمري فاروق مثلا، يعني ربنا يرحمه كان عنده نزيف المخ. دي من أكثر الأشياء الشائعة اللي بتسبب وفاة جذع المخ، وللاسف يعني بنشوفها حتى في شباب صغير بيبقى عندهم حوادث وبتبقى طيب. حوادث مباشره. هل ممكن اقول انه في حصل خطا طبي او علاج غلط ادى ان هو يصاب بهذه الحاله، انه نزيف في المخ او وفاه جذع المخ؟ يعني اقصد اي حاجه يعني. مش سامع صوت حضرتك، يا ريت سؤال تاني. عايز سؤال تاني يا فندم، هل ممكن يكون في خطأ طبي أو علاج خاطئ حدث أدى إلى تدهور حالة العمري فاروق أو أي حالة تشبه حالته؟ أنا الحقيقة ما أعرفش حالته، مش متابعها بشكل مباشر. لكن فكرة إن يبقى في إصابة مباشرة للمخ تؤدي لوفاة جذع المخ، محتاجه ان الدم ما يوصلش لجذع المخ لفتره، يعني فتره طويله، الدم والاكسجين سواء نتيجه نزيف او نتيجه هبوط شديد في ضغط الدم. اللي انا سمعته ان يعني استاذ العمري ربنا يرحمه حصل له نزيف في المخ، وطبعا ده بنشوفه في ناس كتير من لاسباب متعدده، وده في نفسه بيؤدي لوفاه جذع المخ بدون ما يبقى فيه اي تدخل من الاطباء. طيب انتوا عندكم في لندن لما المريض بيوصل لنفس الكيس بتاعه العمري فاروق بيشيل الاجهزه وبيعلنوا وفاته وبيسموه الموت الرحيم، هل معلوماتي صحيحه؟ لا يا فندم، لا خالص. الموت الرحيم، ما هو الموت الرحيم في انجلترا؟ لا، احنا الموت الرحيم حتى الان لم يتم الموافقه عليه في انجلترا. اللي هو ايه بقى؟ الدول القليله في العالم، هو في بعض الدول القليله جدا في العالم، لما المريض يبقى حاسس ان حالته يعني ميؤوس منها او بيطلب من الاطباء يدوله ادويه، يعني تحاول ممكن تعجل في وفاته. طبعا ده قانون زي الكبسوله اللي اتعملت في سويسرا مثلا، اللي يدخل جواها يموت. في انجلترا كبسوله يا جماعه عامله زي التيوب كده كبيره،
ويدخل جواها يموت. يعني هو ممكن ده عندهم دي طريقة توصلوا إليها للموت الرحيم، أو حد عايز يموت مش عايز يعيش والعياذ بالله يعني. بس ده في غالب الدول أوروبا ممنوع حتى الآن، ده شيء قانونا عندنا ما حدش بيعمله، وقانونا يعني بيجرم بالقانون، ممنوع حد يعمله. نزع الأجهزة من مريض عنده موت إكلينيكي، ده لا يعتبر قتل رحيم اطلاقا، ده بيعتبر ان انت تاكدت ان المريض توفى، وده بيكون بعلم الاهل هنا. طب دي تعتبر جريمه ولا ده يعني تكنيك عادي بيشيلوا الاجهزه عادي جدا؟ لا يا فندم خالص، لان هو قانونا احنا هنا القانون موت الجذع الدماغ هو موت، اعلان لموت للمريض، فساعتها بيبقى طبيعي جدا. وده اللي حصل في حاله العميل فاروق، عشان كده كل شيء بيبقى فيه تضارب في الاخبار. وهو اعتقد سببه ان يعني القانون لسه لم يتم الموافقه عليه بشكل كامل في مصر، هناك لبس ما بين موت المخ او موت جذع الدماغ وموت توقف القلب. احنا عندنا المصريين يا دكتور حاتم يعني ما فيش مخلوق الا اللي يكون منزوع قلبه من الرحمه دول على جنب، هيقول للأطباء إنه حتى لو قالوا له إنه هو ميت إكلينيكيا ما عدا القلب فما فيش فايدة خلاص نشيل الجهاز، عمر ما حد هيوافق. أنا بقولها لك ما فيش حد مصري هيعمل كده. الناس بتتمسك دي، ما في ناس ما بتصدقش حد ما بتدفن يعني موتاها في القبور، فما فيش حد هيقوم بهذا العمل. يعني أنا بقولها لك. أنا متفاهم طبعا، هي الفكرة يعني إن أهم شيء إن يعني أول حاجة العلم، يبقى عندنا أدلة علمية ثابتة نتأكد إن المريض ده نسبة إن هو يرجع تاني مستحيلة مع توقف جذع المخ. وثاني شيء الناس تبدأ تفهم يعني إن وفاة المخ الإكلينيكية دي مش نص وفاة، دي وفاة كاملة. وده مش كلام يعني، ده كلام طبي، ده كلام طبي وموافق عليه من كافة الجهات الطبية في العالم. ما بقول لحضرتك الطب حاجة والمشاعر والقلب حاجة تانية طبعا. وهنا اتفضل، وهنا دور الإعلام وحضرتك والدور الرائد لتوعية الناس وشرح هذه المواضيع الشائكة ليهم، وربنا يحفظ الجميع إن شاء الله. طيب آخر سؤال معلش، هل أنا أهل المريض لما بيرفضوا أنه يتشال جهاز القلب من عليه، هل ده في تعذيب لي ولا رحمة لي؟ ده سؤال مهم جدا من حضرتك. احنا هنا برضو هقول على النموذج اللي انا فيه، هو النظرة بتكون ان انت لو انت رفضت تحط مريض متوفي كلينيكيا او تشيل الاجهزة منه، انا احنا بنشوفها ان انت بتعذب المريض، لان هو ميؤوس منه ومش هيرجع تاني. لا اله الا الله. فانت بتخليه عشان انت تبقى شايف ان هو قدامك، لكن هو في الواقع متوفي. لكن في نقطة مهمة جدا دكتورة بسمة، هنا على الرغم من ان القانون بيتيح للأطباء نزع الأجهزة في هذه الحالة، احنا كأطباء مش بنعمل شيء بيخالف رغبة الأهل، وده شيء مهم جدا احتراما للأهل حتى هنا في بريطانيا. لكن هو متوفي بالظبط كده، لكن احنا مش بنقوم بشيء الأهل مش موافقين عليه. طب دي حضرتك عندك علم ولا أسأل السؤال ده لشيخ، هل الروح كده طلعت ولا لسه موجودة طالما الجهاز موجود والقلب شغال؟ لا احنا محتاجين رأي بقى أحد الشيوخ الأفاضل من يلا يا أولاد هاتولي يعني بسرعة حد من الشيوخ. بشكرك جدا دكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن. هاتولي يا جماعة شيخ بجد. طيب احنا حاولنا